نعم دكتور عبد الله، ابقى معي وأعود في هذه النقطة لضيف الأستاذ الدكتور ناصر دريد. هذه القوات الآن أصبحت بلا رأس. دكتور عبد الله يقولها هؤلاء مرتزقة يعملون لمن يدفع لهم أكثر ويقاتلون تحت لوائه، وبالتالي هل برأيك مهمة استيعاب هذه القوات في الجيش الروسي ليست صعبة بعد قص الرأس إن صح القول؟ لا، الحقيقة أنا أختلف مع هذا الرأي. نعم المرسيناريز أو المرتزقة عادة هم يقاتلون لمن يدفع أكثر وليس لديهم ولاء، لكن فاغنر بالذات قصة فريدة من نوعها، بمعنى أنه هي نعم هي شركة وتدفع أموال، تدفع رواتب مقابل القتال، شأنها شأن أي منظمة مرتزقة أخرى في العالم، لكن هم مرتبطين بولاء خاص لقائدهم ومن خلاله إلى بوتين. يعني هم مرتبطين بشكل خاص وبعلاقة خاصة. القائد انتهى الآن، القائد انتهى زين. القائد هذا قبل أن ينتهي وجههم لعداء بوتين. الآن أصبحت لدينا مشكلة أنه هؤلاء الناس فجأة وجدوا أنفسهم أعداء لنظام كانوا يخدموه. هل بالسهولة بإمكان النظام أن يتقبلهم من جديد؟ هم نفسيا ماذا كان سيكون، ماذا سيكون عليه موقفهم الآن؟ يعني بريغوجين أخذهم إلى رحلة خطرة وتركهم منتصف الرحلة وخرج من الموضوع أي كانت نهايته، لكن هم مصيرهم لا أعتقد من السهولة أنك يصدر الرئيس بوتين قرار بتعيين سين من الناس قائدا لفاغنر من جديد، لا يمكن أن يتم ذلك. والسيناريو الآخر إدماج هذه الميليشيا داخل بنية الجيش الروسي. طبعا إذا فكر بوتين بهذه الطريقة سيكون لديه فعلا حكمة مثل ما قال ضيفك السابق، حكمة فعلا وبعد نظر، لكن الدكتاتور لا يفكر بهذا الشكل. الدكتاتور بطبيعته يفكر أنه من رفع علي السلاح في يوم ما لا يمكن أن يبقى تحت يدي دون أن أزيله. هذا سيبقى كابوس يؤرق أي دكتاتور. من رفع السلاح يجب أن يعاقب، ويعاقب بالاختفاء، يجب أن يختفي هذا الإنسان بشكل عام، سواء في المعتقل، في السجن، في الإعدام، أي شيء. طريقة تفكير الدكتاتور لا يمكن أن تسامح في هذه القضية، هذه قضية لا يمكن المسامحة بها. لهذا أنا شخصيا أشك في قضية الإدماج، أشك في قضية تعيين مدير جديد لفاغنر، وموضوع أصبح هو ورطة كبيرة. يعني تذكر حضرتك بلاك ووتر على سبيل المثال، عندما قامت بمذبحتها في ساحة النسور وتم توجيه الاتهام لها في الكونغرس وإلى آخره، تم حل الشركة، الشركة حلت بأكملها، لأنه فعلا هي قضية ربحية، لا لهم ولاء لأمريكا ولا لهم ولاء للرئيس الأمريكي ولا لهم ولاء لأي شيء، هم رواتب، فتم حلها وانتهى الموضوع. الآن هذا وضع مختلف تماما. جميل، أنتقل لضيفي عبر سكايب الدكتور عبد الله الأسعد. القيادي الروسي إيغور جيركين كان ألقى محاضرة لتقييم ما جرى في روسيا بالأمس، قال يجري حاليا إعادة توزيع السلطة، وحتى لو احتفظ شويغو وجراسيموف بمنصبيهما فلن يتمتع بنفس القوة كالسابق. تحدث عن وزير الدفاع والأركان. أظهر التمرد أمس سهولة اختراق جيش بسيط قوامه 10,000 مقاتل لمسافة 700 كيلو متر في يوم واحد والوصول إلى أعتاب موسكو دون مقاومة. جميع القوات القادرة على القتال تتمركز في أوكرانيا وجيشنا كله هناك. وحدات الحرس الوطني تؤدي مهامها في المناطق الحدودية للاتحاد الروسي في أكثر من منطقة أو ثلاث مناطق. كنا أمس على شفا حرب أهلية، لقد رأينا كيف بدأت طائرة رجال الأعمال بالهروب من موسكو. لو تقدم بريغوجين إلى موسكو ما كان ليمنعه من أحد. فيما يتعلق ببعض النقاط، النقطة الأولى فكرة إعادة توزيع السلطة وخاصة فيما يتعلق بقيادات الجيش، كيف أثرت هذه الحركة على بنية الجيش الروسي وقيادات الجيش الروسي وتماسك ربما الجيش إن صح القول؟ يعني في البداية هو بوتين من أعطى أوامر إلى التريث في البدء بعمل عسكري على القوات المتقدمة باتجاه موسكو، بوتين بالتأكيد يعني، وهو بوتين رجل مخابراتي أكثر مما هو رجل ميداني وعسكري، من أجل أن يستوعب هذا الشخص يعني. وردا على الأستاذ ناصر، بالنسبة لموضوع هذه ليس شركة أمنية، بالنسبة لجماعة فاغنر هم عبارة عن جماعة خرجوا من السجون ومن المستشفيات الأمراض العقلية وحشاشين وغير ذلك، لذلك فهم يعني هؤلاء يحتاجهم بوتين، يحتاجهم في الخارج. لم يعني يكون بوتين بهذه الحماقة ويقوم بضمهم إلى الجيش، بضمهم إلى الجيش الروسي، لأن هؤلاء طبعاً
يعني كانوا في البداية عبارة عن ناس مدنيين لم يعني يخضعوا سوى إلى دورات سريعة جدا، وهذه الدورات متعلقة في المعارك الآنية والوقتية. منهم طبعا منهم كبار في العالم، يعني أسهل من دمجهم في الجيش. وبكلمة دكتور لأن الوقت انتهى معذرة، أسهل من دمجهم في الجيش يعين بوتين قائدا عليهم وينجح في هذا؟ لا أنا لا أقول أنه يعين لهم قائد، ربما يعني إذا لم يعين قائد ربما يجعلهم وحدات ملحقة على قوات الجيش، أو يضعهم عبارة عن عناصر مثلا في المقدمة يستفيد منهم، لأن بوتين يعني في السابق مثلا عندما كان يقتل له مثلا في ليبيا أو في سوريا عناصر بمقدار 1000 عنصر، كان بوتين يقول طبعا يكذب الخبر لم يقتل أحد من عناصرنا، هو يحتاج إلى عناصر من خارج ملاك الجيش كي يقدمهم، يعني عبارة عن طليعة أو عبارة عن ضحايا، هؤلاء الضحايا ليسوا من تعداد الجيش ولا طبعا يعني يخسر عليهم شيء إلا شيء القليل جدا، وهذا ما عمل عليه وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بأنهم لم يكونوا يعطوهم ما يحتاجون بشكل فوري من ذخائر ومن دعم جوي ومن دعم مدفعي وغير ذلك، فلذلك هم البندقية المأجورة دائما. يعني الآن مثلا يعني وصلت الفكرة دكتور، كبرى نستخدم ميليشيات من أجل زجها في معارك، يعني شكرا. هذه المعارك لا تريد أن تفني جيشها في سبيل. شكرا جزيلا. نعم دكتور عبد الله أسعد، معذرة على المقاطعة لانتهاء الوقت، الأكاديمية والمحلل العسكري، وأشكرك شكرا جزيلا دكتور ناصر دريد المستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، كنت معي في هذه الحلقة من استوديو 9. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.